زياد، انت ضابط وشغلتك تكشف الجرائم المخفيه، وانا جاي بلغك عن جريمه مخفيه. ليك رح كون قاسي معك مثل ما انت هلا قاسي معي. بيك كان بده يقتل عائلته وينتحر، يعني الحادث كان مدبر، واللي صار جريمه كان بيك مخطط لها من قبل. اذا انت زياد ما رح تفتح الملف وتستجوب بيك، انا رح اقدم بلاغ بمخفر تاني ورح يستدعوه. انت كبرت وصرت ضابط قد الدنيا، ولازم تحقق بموت امك واخواتك. ما في دليل بكل شيء عم بتقوله استاذ فيليب. انا ما فيني جر بيي لهون من دون دليل ولا حتى اشاره. حتى انت ما قدمت بلاغ رسمي حتى اسحب زاهي حرب على التحقيق. انا جاي اقدم بلاغ رسمي واتهم زاهي حرب بجريمه قتل عن سابق تصور وتصميم.